تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وأعرب الرئيس السيسي في تهنئته لأشقائه لزعماء الدول العربية والإسلامية عن أصدق تهانيه لهم ولشعوبهم الشقيقة بهذه المناسبة المباركة، داعيا الله تعالى أن يجعله عيدا سعيدا مباركا، وأن يعيده عليهم بالخير واليمن والبركات، وعلى الأمة الإسلامية بالمزيد من التنمية والتقدم والازدهار. كما بعث الرئيس السيسي ببرقية تهنئة إلى مسلمي مصر بالخارج نقلتها سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، حيث هنأهم الرئيس بالعيد وتمنى لهم التوفيق والنجاح. وقد تلقى الرئيس السيسي برقيات تهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك من كبار رجال الدولة، أعربوا فيها عن أصدق تهانيهم للرئيس عبد الفتاح السيسي وأطيب تمنياتهم لمصر العزيزة بالمزيد من التنمية والتقدم والرخاء.